صالح عوض البشري فارق الحياة بعد التعذيب لمشاركته في مسيرة مناهضة للقتليين في سبعة. جرى رمي البشري واثنين آخرين هما فؤاد الهمداني ورشاد المخلافي في شارع الستين قرب مستشفى الأهل الحديث بعد يومين من اختطافهم والتنكيل بهم. أصابع الاتهام موجهة إلى الحوثيين بمهاجمة واعتقال المتظاهرين والمراسلين الذين يغطون التظاهرات المعارضة له. لا تستولوا على بقية المحافظة أبدا. المئات من المحتجين رفعوا في العاصمة لافتات تحمل شعارات ملاوئة للتمرد الحوثي. تظاهرات حشدت الآلاف في مدن يمنية عدة بينها إب، حيث أطلق مسلحون من الحوثيين الرصاص لتفريق المتظاهرين وخلف عددا من الإصابات. قابل أقدم المتظاهرون على حرب إحدى السيارات التابعة للحوثيين. تظاهرات مماثلة خرجت في ضمار الخاضعة هي الأخرى لسيطرة الحوثيين لمدينة الضالع، حيث طالب المحتجون الأحزاب السياسية بوضع حد لمفاوضاتهم برعاية الأمم المتحدة مع الحوثيين في صنعاء. نرفض الانقلاب الحوثي ومن كان معهم وكل من يقوم ضد هذا الشعب. نحن نقول، نحن بحفظة إب سنقوم حتى ونضحي بأبنائنا وأموالنا لأجل الشعب أو الوطن، لا للحزبية لا للمناطقية لا للعبودية لا للرجوع للكهنوتية أو الظلم. ميدانيا اندلعت مواجهات على ثلاثة محاور بين رجال القبائل والحوثيين وسط مدينة البيضة وفي مديرية الزاهر الحميقان باتجاه مناطق يافع في محافظة لحج، بينما المحور الثالث في مديرية ذي ناعم باتجاه بيحان في محافظة شبوة. في الأثناء دفعت المخاوف الأمنية بالمزيد من الحكومات إلى إغلاق سفاراتها في العاصمة. الإمارات وإسبانيا حذتا حذو دول عدة بينها الولايات المتحدة والسعودية، كانت علقت عمل سفاراتها وأجلت دبلوماسيها. رياض عاشور، العربية.